السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا جماعة نتكلم في الابليكيشن كنترول. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في الويب فلتر وعرفنا القصة بتاعت الويب فلتر، إن إحنا بنتحكم في الكاتيجوري أو اليو ار ال بعينه أو الكونتنت المحتوى اللي جوه الويب. في الابليكيشن كنترول إحنا هنتحكم بقى في التطبيقات. يعني ايه هنتحكم في التطبيقات؟ يعني هنتحكم في السوفت وير اللي بينزل عندك داخل الشبكه، او حتى اللي موجود على الكلاود اللي هو على الانترنت. يعني خد بالك، في الويب فلتر انا كنت باجي للفيسبوك باخد اليو ار ال مثلا بتاع الفيسبوك واعمل له بلوك، اذا انا قفلت الفيسبوك كله. لا، انا في الابلكيشن كنترول هسيب الفيسبوك شغال، ولكن انا هتحكم في الابلكيشن نفسه من جوه. يعني مثلا هقفل الفيديوهات اللي موجوده جوه الابلكيشن بتاع الفيسبوك، اي فيديو ما يشتغلش علشان الاستريمنج وكده، تمام؟ او مثلا هقفل اللايكات، مش هخلي اللايكات شغاله، او اقفل الكومنتات وهكذا. فده الغرض من الابلكيشن كنترول. طيب خد بالك، الفورتي بيعتمد على الابلكيشن كنترول داتابيز، والداتابيز ديت بتتحدد باستمرار مع تطور التطبيقات الجديده. طيب حضرتك عشان تحصل على التطبيقات الجديدة ديت لازم بيكون عن طريق ابديت من الفورتي جارد. يعني لو جيت هنا في السيستم فورتي جارد هتلاقي في عندك داتابيز او سيجنتشر، الابليكيشن كنترول سيجنتشر، في عندك بيقول لك هنا ابجريد للداتابيز. طيب انا احصل على الداتابيز بتاعه الابليكيشن كنترول منين؟ هتخش على الموقع بتاع السبورت، طبعا عارفين بنخش ازاي، وهتيجي هنا عند الابلكيشن ديفينيشن وتعمل داونلود للفايل ده او الملف ده، وتيجي هنا في الديفايس بتاعك وتعمل له ابجريد، تمام؟ طيب خد بالك، السيجنتشر ديت بيكون فيها كل البورتس والاي بيهات والسيرفيس وكل حاجه موجوده في السيجنتشر دي. طيب لو جيت هنا على السكيورتي بروفايل، دخلت على الابلكيشن كنترول وقلت له كرييت نيو، هنكريت بروفايل جديد علشان لما نيجي نخش على البوليسي نحط البروفايل اللي احنا كريتناه دوت ومنفذين عليه حاجات معينه علشان تتنفذ على الناس اللي عندي داخل الشركه. لو حابب تكتب اي كومنت براحتك. الكاتيجوري، انا كفورتي جيت مقسم لك كل الابلكيشنز في مجموعه من الكاتيجوري، تمام؟ يعني مثلا السوشيال ميديا حطيتها في كاتيجوري لوحديها، يعني كل السوشيال ميديا موجوده في كاتيجوري اسمها سوشيال ميديا. المواقع بتاعت الجيمز الالعاب كلها موجوده في كاتيجوري. الفيديو اوديو اللي فيها اليوتيوب، تمام، برضو بتندرج تحت الكاتيجوري اسمها الفيديو اوديو. طيب انا يا باشمهندس عايز اعرف السوشيال ميديا ديت فيها ابلكيشنز زي ايه. لو ضغطت عليها كده وقلت له فيو سيجنتشرز هيجيب لك كل الابلكيشنز اللي بتندرج تحت الكاتيجوري اللي اسمها سوشيال ميديا. يعني هنا بيقول لك ان في عندك ابلكيشنز زي مثلا فيسبوك، تمام، وعندك ابلكيشن زي الانستجرام، وعندك ابلكيشن زي اللينكدين، وعندك ابلكيشنز زي بنتريست. دي كلها ابلكيشنز بتندرج تحت السوشيال ميديا، الياهو، تمام. فانت تقدر تتحكم في الابلكيشن دي. مش بس كده، ده انا ممكن اسيب الفيسبوك شغال بس اجي اختار سيجنتشر. دي يا جماعه اسمها سيجنتشر، حتى لو لاحظت فوق هنا بيقول لك فيو ابلكيشن سيجنتشرز، تمام. انا ممكن هنا اجي احدد السيجنتشرز اللي انا عاوزها واعمل لها بلوك. يعني مثلا هعمل بلوك للفيسبوك فايل داونلود، ان ما حدش يعمل داونلود عن طريق الفيسبوك، تمام، او للابلود محدش يرفع حاجه وهكذا، البوست او السيرش حتى. فانت بتتحكم في الابليكيشن من جواه، تمام. لو دخلت على اي كاتيجوري بيقول لك ان انت عندك كذا اكشن، ان انت تعمل مونيتور للكاتيجوري او الاو او بلوك او كورنتاين. مونيتور ان انا هسيب اي حاجه او اي ابلكيشن بيندرج تحت الكاتيجوري اللي اسمها بيزنس دي شغال عادي، مش هيمنعه يعني، بس هيبعت لي ليه
لوج. لو جيت في اللوج هنا ودخلت على الابلكيشن كنترول هيبعت لك لوجات بالحاجات ديت، وبيقول لك ان هو الاكشن اللي اتاخد معاه ايه، هو عمل له بلوك ولا لا ولا ايه ولا ايه ولا ايه. تمام. طيب الاكشن التاني الاو، انا هسمح للراجل ده انه يعدي ولكن مش هيبعت لي لوج. الاكشن التالت بلوك، امنع الراجل او امنع اي حد يروح يكلم مثلا الكاتيجوري اللي اسمها الجيم دي، او اي حد يفتح ابلكيشن بيندرج تحت الكاتيجوري اللي اسمها جيم امنعه. وكمان امنع لي الحاجات اللي هي البير تو بير والحاجات البروكسي. تمام. واي انون ابلكيشنز، يعني الابلكيشنز اللي مش معروفه اللي هي السيجنتشر بتاعتها مش موجوده، او الداتابيز مش محطوط فيها الابلكيشنز اللي لسه ما اكتشفهاش، اعمل لها بلوك. تمام. طيب الفيديو اوديو علشان الاستريمينج هعمل له بلوك. طيب هنا لو جيت لاحظت عندك ابلكيشنز اند فلتر اوفر رايت، لو ضغطت كرييت نيو هيجيب لك كل السيجنتشرز اللي موجوده عندك. تمام. يقول لك الابلكيشن سيجنتشرز كلهم 2121 سيجنتشر، فانت لو لاحظت هتلاقيه حاطط كل الكاتيجوري هنا، يعني حاطط الجيمز على البيزنس على السوشيال ميديا على البير تو بير كل الحاجات الكاتيجوري. بص ادي الكاتيجوري هنا ايه، حاطط لك الكاتيجوري البروكسي والكلاود اي تي والستورج باك اب والجيمز والبيزنس، فلم لك كل الكاتيجوري مع بعضه. طيب انا عايز اسرش عن حاجه معينه، هاجي هنا في السيرش اقول له مثلا يوتيوب، هيطلع لي الحاجات الخاصة باليوتيوب. عايز اقفل اليوتيوب تقدر من هنا تيجي هنا وتقول له اد سيلكت. تمام. لو جيت هنا في السيلكتد وبيقول لك الاكشن بتاعه هيبقى ايه، بلوك. لو قلت له اوكي هتلاقي هنا حدد لك الابلكيشنز اللي انت اخترته. تمام. فانت من هنا تقدر تشوف كل الكاتيجوري، او من هنا تقدر تختار الكاتيجوري اللي انت عاوزها وتعمل لها بلوك، او حتى لو انت عايز تعرف ايه اللي موجود جوه الكاتيجوري مثلا بتاعت الفيديو اوديو هتقول له فيو سيجنتشر، وهتلاقي كل الحاجات الخاصه بالفيديو اوديو، زي مثلا الفيسبوك فيديو بلاي. احنا اتكلمنا وقلنا ان احنا عايزين نسيب الفيسبوك شغال، ولكن انا عايز اقفل الفيديوهات اللي موجوده جوه الفيسبوك، فهتيجي هنا وتعمل بلوك لل السيجنتشر دي. تمام. اللي هي الفيسبوك فيديو بلاي. اوكي وكده يا جماعه نكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده، وبالتالي ما تنسوش كالعاده تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وشير علشان غيرك يقدر يستفيد من معلوماتنا، ونشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.